انا شايف ان الحق ده مش من حق اللجنه الاولمبيه، ده حق اصيل للجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي اللي بتقرر كل اللي بتشوفه في مصلحه النادي. لو في لائحه عايزه تتحط يبقى اللجنه الاولمبيه مش هي اللي تحطها، الجمعيه العموميه هي اللي تفرضها على النادي، لان انا اللي بنتخب مش اللجنه الاولمبيه. فازاي يتفرض على النادي الاهلي او اي نادي في مصر، اهلي زمالك اسماعيلي اي حته، المفروض ان الحق الاصيل لاعضاء الجمعيه العموميه. اللجنه الاولمبيه تقول زي ما هي ما عايزاه، بس احنا مقدراتنا في ايدنا، احنا مش هنقول اللجنه الاولمبيه اعملي او ما تعمليش، احنا نروح ونقول يا اللائحه الاسترشاديه دي ما تنفعناش. بس انا عايز بس من قناه النادي الاهلي ومن اعضاء مجلس الاداره ومن كل الناس المهتمه تفهم الاعضاء ايه الفرق بين اللوحه الاسترشاديه وايه اللي النادي عايز يعمله. احنا كجمعيه عموميه احنا اللي انتخبنا مجلس الاداره، واحنا اللي عايزين نحاسبها لو في اي قصور، واحنا عايزين برضو نقول لها عايزين ايه بالظبط من النادي. فانا برفض اللائحه دي، وانا بعضد ان احنا كجمعيه عموميه هي اللي بتختار وهي اللي بتحدد، مش نتبع الجزء بتاع اللائحه ان حد تاني هو اللي ياخد القرار عننا. فهو ده رايي بصراحه كعضو جمعيه عموميه. انا شايف ان مفيش حد المفروض ان هو يتدخل في شؤون النادي الاهلي، وانا نفسي ان اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يتكلموا مع النادي الاهلي وهم اللي ينظموا امور النادي، ومحدش ليه حق ان هو يتدخل في امور النادي. طبعا النادي الاهلي يعني دول انت عارف زي ما بتقول لك، بيقول لك دوله جوه دوله يعني معنا، وناس محترمين كلهم سواء السابقين او اللاحقين او اللي موجود، و يعني ده النادي الاهلي. انا عضو في النادي الاهلي وبرفض اللائحه الاسترشاديه، وبطلب من جميع الاعضاء ان هم يحضروا الجمعيه العموميه عشان يوافقوا على الرفض ده. انا شايف ان ده شيء مرفوض طبعا، لان ده شان داخلي للنادي، واحنا بنرفض اي تدخل خارجي في اي شان داخلي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير وما ينفعش ان حد يتدخل في اموره الداخليه. وانا بطالب الناس كلها كل الاعضاء ان هي تحضر الجمعيه العموميه 25 اغسطس علشان ترفض اللائحه الاسترشاديه اللي بتقترحها اللجنه الاولمبيه.